انا بقى شوفي قناتي ذا ريدنج يونيكورن، رجعت لكم فيديو جديد. ده هيكون اول فيديو من فيديوهات مشتريات المعرض، لان هقسمهم على فيديوهين عشان انا اشتريت كتير في اي فتره معرض الكتاب، فهقسمهم على فيديوهين. اول فيديو ده هيكون كل الكتب الانجليزيه اللي جبتها، والفيديو التاني اللي هعمله هيكون لكل الكتب العربيه والترجمات اللي انا جبتها. اغلب الكتب الانجليزيه دي تلات ارباعها، ما عدا حوالي خمس كتب بس جبتهم من معرض الكتاب. وايه الكتب دي كلها اللي هتكلم عنها؟ جايباها من مكتبه شيري بلوسم بوكس، عشان الناس كتير بتسالني انا بشتري الكتب منين. كنت جايبه الكتب دي، اغلبها ممكن تلاقوها خلصت دلوقتي، بس تبع المكتبه لانها في اصدارات كتير من دي لسه موجوده، وهي كل فتره بتجدد المكتبه باصدارات كتير حلوه واصدارات جديده مختلفه. فانا حسيت ان الفيديو هيبقى طويل جدا لو انا جمعت ما بين الكتب العربيه والترجمات والكتب الانجليزيه، فقررت اقسمهم بالطريقه دي علشان ما يكونش فيديو طويل جدا. وكمان اللي بيحب الكتب العربي اكتر ممكن يستنى الفيديو الجاي، واللي بيحب الكتب الانجليزي الاكتر ممكن يشوف الفيديو ده، واللي بيحب الاثنين اتمنى ان هو يشوف الفيديوهين. اغلب الكتب دي مش عارفه عنها كتير جدا، يعني عارفه الفكره الرئيسيه فاغلبها منها حاجات شدني الكفر بتاعها اول مره اشوفها، ومجرد في بعض الكي ووردز اللي بدور عليها في الكتب عجبتني في الروايات دي او الكتب دي فقررت اجيبها. فهبدا اتكلم عنهم سريعا وهوريكم شكلهم، لان الصراحه حاجات كتير من دي شدني الكفر والتصميم بتاعها. وهنبدا بروايات، هو مفيش ترتيب معين هنا، اغلبه همشي زي ما انا حطاهم هبدا اتكلم عنهم. اول روايه هتكلم عنها هي The Woman in the Purple Skirt لناتسوكو ايمامورا. دي روايه يابانيه، وافتكر انها مترجمه، مش متاكده اذا كانت مترجمه، هي مترجمه من اليابانيه. واللي شدني ليها انها بيتكلموا انها روايه سسبنس شويه، او روايه فيها غموض شويه سايكولوجيكال ثريلر، وانا بحب ده. وبيقولوا للمعجبين بكونفينينس ستور وومن، انا ما قريتش الروايه دي بس اعرف ناس كتير قروها وحبوها، وكمان لفيلم باراسايت، فاللي هو الجمع بين حاجتين غريب جدا. انا عمري ما كنت هقارن فيلم باراسايت اللي هو نوعا ما رعب بكونفينينس ستور وومن، بس الفكره ان دي بتتكلم تقريبا عن علاقه سيدتين في اليابان، واحده منهم بتراقب التانية وهي قاعده في الحديقه وبتوظفها تشتغل عندها، والموضوع بيقلب غريب شويه، فخصوصا الروايه قصيره شويه، فانا متحمسه جدا ان انا اعرف قصتها ايه، وخصوصا الكفر بتاعها ملون وجميل جدا فعجبني الكفر. بعد كده في بعض الروايات اليابانيه تحت بعض، طوكيو يونو ستيشن، الكفر بتاعه جميل جدا. ده روايه تانية شدني الكفر بتاعها، دي روايه يابانيه افتكر انها مترجمه برضو. كل اللي اعرفه عن الروايه دي او اللي شدني ليها اول ما سمعت عنها انها قصه تقريبا شبح عايش في محطه مترو او محطه قطر في طوكيو، مش متاكده القصه ايه. هو فعلا شبح، واحنا بنتابع القصه من خلال الشبح ده اللي عايش في المحطه دي. برضو روايه قصيره فانا متحمسه جدا ليها. بمناسبه انا مش عارفه الحاجات دي مترجمه عربي ولا لا، الحاجات اللي عارفه انها مترجمه عربي هقول لكم انها مترجمه للعربيه، بس في حاجات كتير معناها ما اعرفش هي ترجمت عربي ولا لا، بس لما هاجي اقراها واتكلم عنها في حصاد بعد كده هقول لكم اذا كانت ترجمت ولا لا. بعد كده الكتاب ده انا الروايه دي انا عارفه انها ترجمت للعربي، وهي Before the Coffee Gets Cold، رواية بنية قصيرة برضو. واعتقد الرواية دي اشتهرت جدا جدا الفترة اللي فاتت، في نزل منها جزء تاني واعتقد ان في جزء تالت كمان هينزل. الكفر برضو بتاعها جميل جدا، وسمعت كلام كتير عنها. رواية تانية بنية قصيرة وبرضو مترجمة عن اليابانية، وكانت الرواية دي لي توشيكازو كاواغوتشي. الرواية دي مميزة قوي لان هو فكرة في مقهى في اليابان في طوكيو تقريبا، بتقدر تقعد في مكان معين في المقهى ده وبتطلب قهوة، ولما تقعد في المكان ده بترجع في الزمن، افتكر بتختار الفترة انت عايزها وبترجع لنفس المقهى ده في اي فترة زمنية تانية، ومفروض ترجع قبل ما القهوة بتاعتك تبرد من اسم الكتاب. انا متحمسة جدا اقرا الرواية دي، ناس كتير اتكلموا عنها وبيحبوها، وفي ليها جزء تاني زي ما قلت، واعتقد ان اتترجم الجزء الاول بس. بعد كده انا اشتريت حاجتين تانيين لإيزابيل اللندي. انا
اسبان لندي السنه اللي فاتت كانت اكتشاف ليا وكانت اول مره اقراها، فقررت ان انا كل ما اشوف قدامي رواياتها او حاجه ليها هقرر اقراها. فاشتريت دي ذا ستوريز اوف ايفا لونا. انا مش عارفه كتير عن الروايه دي، اعتقد انها مجموعه قصص قصيره مرتبطه بروايه تانية ليها اسمها ايفا لونا، صححوني لو انا غلطانه، بس مش عارفة هي دي الاول ولا رواية ايفا لونا الاول. بس لما لقيتها ولقيت سعرها حلو، كان نزل عليها تخفيض، لقيت سعرها حلو فقررت ان انا مش هخسر حاجة لو جبتها. رواية تانية برضو جبتها في فترة تخفيضات من مكتبة هي Feast of Sorrow A Novel of Ancient Rome لـ Crystal King. انا اول مرة اسمع عن الرواية دي واول مرة اسمع عن الكاتبة دي، بس انا بحب اي حاجة عن الرومان والاغريق، اعتقد انها ملحمة درامية شوية اغريقية بتتكلم، اعتقد بما ان من اسمها بتركز برضو على الولائم والاكل بتاعهم، والكفر بتاعها جميل جدا برضو. دي حاجة من الإصدارات الجديدة. أنا بحب رواية الرومانس اللي بتكتبها كريستينا لورن. كريستينا لورن دول ثنائي بيكتبوا روايات رومانسية، دي روايتهم الجديدة The Soulmate Equation. معرفش عنها كتير غير إنها أعتقد أول رواية ليهم يكتبوها بتركز على السنجل مادر. معتقدش إن هم كتبوا قبل كده حاجة عن سنجل مادر، بس يعني رواية رومانس مش محتاجة أعرف عنها كتير، بس تقريبا بتركز على تطبيق موعدة بيوفق الأشخاص على حسب الدي ان ايه بتاعهم وقصة الحب اللي بتنتج عن التطبيق ده. بعد كده شريت رواية كانت مشهورة الفترة اللي فاتت، وعارفة ان دي الترجمة عربي بترجمة علاء عودة، دي The Silence of the Girls لي بات باركر، والترجمة لاسم صمت الفتيات. دي رواية بتتكلم عن تقريبا الإلياذة بس من وجهة نظر السيدات. انا عندي كذا رواية جايباهم بنفس الفكرة دي، في رواية جايباها السنة اللي فاتت او اول السنة دي كانت برضو بتتكلم عن الإلياذة من وجهة نظر السيدات، فممكن اعمل فلوج عن كل الروايات الإغريقية اللي بتتكلم عن الإلياذة من وجهة نظر السيدات، لأن في تقريبا رواية تانية جايباها بتتكلم عن نفس الفكرة. فأنا متحمسة جدا أن أقراها، الكفر بتاعها جميل جدا، وأنا عارفة أن دي ترجمت. إصدار جديد تاني اسمه House of Hollow لـ Crystal Sutherland. الصراحة السبب الرئيسي ان انا اشتريت الرواية دي هي الكفر بتاعها، الكفر بتاعها جميل جدا. انا عارفة ان دي رواية جديدة YA thriller او رعب، تتكلم عن ثلاث بنات بيختفوا وبيرجعوا فجأة وعلى وشهم حاجات غريبة كده او على رقبتهم في تشويه معين حصل لهم بس مش فاكرين ايه اللي حصل لهم، وبعدين فجأة بتعدي سنين وبعدين فجأة بيلاقوا البنات بتبدأ تختفي تاني. مش متأكدة جدا من القصة بتاعتها بس متحمسة ان اقراها، خصوصا الكفر بتاعها جميل جدا جدا. رواية تانية إغريقية اسمها Daughters of Sparta، معرفش عنها كتير، للكاتبة اسمها كلير هايوود. الرواية دي بتركز على حصار طروادة، وبتركز على طروادة أكتر من الإلياذة والحاجات التانية دي، فبرضو حاجة تانية من أنا بحب إعادة الحكي بتاعت القصص الإغريقية. لو تفتكروا في فيديوهات فاتت أنا قلت إن أنا مش هشتري سلاسل فانتازيا كاملة تاني غير لما أكون قرأت على الأقل الجزء الأول عشان أقرر السلسلة دي هتعجبني ولا لأ، بس أنا تاني خرجت القاعدة بتاعتي لما لقيت الجزء الأول والتاني من سلسلة، وإن الجزء الثالث لسه هينزل قريب، بس ما قدرتش أقاوم لأن أولا الكفرات بتاعتهم جميلة جدا 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 جدا. ده الجزء الأول والتاني من سلسلة جديدة، سلسلة فانتازي شانكي شوية، كتب الفانتازي كلها غالبا بتكون كبيرة. السلسلة اسمها مش متأكد اسمها ايه، بس أول جزء فيها اسمه The Bone Chips والجزء التاني اسمه Call of the Bone Chips. هكلمكم عن الجزء الاول بما اني مش عايزه ابص في الجزء الثاني عشان ما تحرقليش احداث، بس اللي شدني للسلسله دي بشكل عام انها بتركز على حاجه اسمها The Bone Chips، وهي سفن مصنوعه من عظام التنانين، والسفن دي بتتنقلها الاجيال، وتقريبا مع الجيل الثالث لما بتوصل للجيل الثالث السفن دي بتبقى حيه، مش عارفه بتتحول لتنين ولا السفينه نفسها بتبقى سفينه حيه، بس ده لوحده شد انتباهي جدا، وواضح من الكلام ورا ان في حرب وان في اكيد في حاجات كتير مدام في تنانين وفي سفن حيه، فانا اتحمست جدا جدا ليها. مش عارفه اقراها امتى، خصوصا ان كتب الفانتازي اللي زي دي بتحتاج يعني وقت شويه، بس اتحمست جدا ليها.
بعد كده اشتريت مجموعه لنيل جيمان معموله بكفرات جديده. اشتريت اللي مش موجودين منهم عندي، خصوصا في عندي كان في 3 كتب تانيين غير دول بنفس الكفرات دي، بس كان اوريدي عندي بكفرات تانية فمحبتش ان انا اكرر. اول حاجه مجموعه سموك اند ميررز لنيل جيمان، كفرات جميله جدا. دي عباره عن مجموعه قصص قصيره، يا لطيفه بس ما اعتقدش انها لطيفه جدا للناس اللي متابعيني الجيمان في حتت تانية، بس بما اني ما قراتلوش قصص قصيره في اماكن تانية فدي مجموعه مناسبه جدا ليا. بعد كده The Ocean at the End of the Lane، ودي روايه ترجمها هشام فهمي وترجمته حلوه جدا، انا برشح لكم اي حاجه بيترجمها هشام فهمي. دي روايه قصيره شويه لنيل جيمان، اعتقد بتتكلم عن ولد بيرجع ل راجل في منتصف العمر بيرجع لمنزل طفولته والحاجات اللي بيواجهها هناك. روايه قصيره شويه بس بسمع انها حلوه جدا. بعد كده روايه ستاردست، ودي طبعا معمول منها الفيلم المشهور. معرفش عنها حاجه، ما شفتش الفيلم حتى الان، فسبحان الله انها لسه حتى الان ما اتحرقتليش الاحداث، بس برضو متحمسه جدا اشوفها. والكفرات دي مجموعه كفرات جميله جدا. بعد كده روايه رومانس ثانيه هي اكتور ايج ايف براون، انا عندي الجزء الاول والثاني بالسلسله دي بس برضه ما قريتهمش، بس الفكره ان هي سلسله مش مترابطه، يعني الفكره ان السلسله دي ان هم 3 اخوات، الاخوات براون، وكل اخت منهم معمول لها كتاب عن قصتها الرومانسيه، فما فيش ترابط كبير غير ان هم يعني ايه ممكن تكون ايف براون ظهرت في كتاب سابق او ما شابه. الكتابين التانيين هم دول اللي ورا دول، واثنين عندي ولسه ما قريتهمش، بس انا اسمع كلام كتير ان هو من احلى الكتب الرومانسيه يعني، فانا متحمسه جدا ان اقراهم. بعد كده قررت ان انا عايزه ابدا موراكامي، ومش عارفه ايه اللي خلاني اقرر ان الروايه اللي ابداها معاه هي الروايه الضخمه دي، واللي مش عارفه ليه جبت الطبعه الضخمه دي، خصوصا لما اكتشفت انها ممكن اقرا في نسخ منها متقسمه على 3 روايات، لكن مش مشكله. هي اللي هي 1Q84، وانا عارفه ان دي برضو اترجمت عربي، واعتقد انها في العربي متقسمه ل 3 كتب. مش هيكون الكتاب المرعب ده، اعتقد ان هو اكتر من 1000 صفحه او 1200 صفحه، بس الصراحه اللي شدني ليها انها اول حاجه باين جدا من اسمها انها مستوحاه من 1984 بتاعه جورج اورويل. والفكره من ورا هنا مكتوب انها في عالم موازي، فدول حاجتين شدتني جدا ليها، وامل ان انا اقراها قريب. انا حتى الان ما قراتش اي حاجه مراكامي، وعارفه ان دي معلومه صاعقه شويه لبعض الناس، بس انا فعلا لسه ما جربتش اقرا مراكامي، انا ما كنتش عارفه ابدا فين، بس قررت ان ابدا بعدي، وامل انها تكون ممتعه. بعد كده كتاب ما اعتقدش ناس كده هتهتم بيه لان هو تكمله لسلسله، بس للي بيحب كتابات لين تايلر ده رواية او كومبانيون لسلسلة دوتر اوف سموك اند بون. انا لسه ما قريتش السلسلة دي، بس كنت قريت لها كتابها تاني اللي هو ستيرنز دريمر، وقررت انها تبقى كاتب مفضل ليا واشتريت السلسلة، وده الكتاب التابع للسلسلة التانية ولسه ما قريتهاش، فمعرفش عنه كتير ومش عايز اعرف عنه كتير عشان ما يتحرقليش اي حاجة في الاحداث. ده كتاب ايزابيلا ليندي التاني اللي جبته اللي هو ان ذا ميست اوف وينتر. معرفش عنه حاجة، بس انا عارفة طبعا ايزابيلا ليندي بتكتب هيستوريكال فيكشن دايما، رواية تاريخية. ما اعرفش عنها كتير ومش مهتم اعرف عنها كتير، يعني ايزابيلا ليندي اثبتت لي ان مش مهم اعرف القصة بتتكلم عن ايه، مهم انها ايزابيلا ليندي. بعد كده جبت رواية اسمها The Ghost Bride ليانغ سي تشو. اعتقد الكاتبة دي كان ليها رواية تانية او دي روايتها الاولى، وروايتها التانية اتشهرت، بس انا شدتني جدا جدا الفكرة بتاعت الرواية دي. هي قائمة على حاجة في الفولكلور الصيني، إن لو عيلة ابنها مات من غير ما يتجوز ممكن يجيبوا بنت ويخلوها زوجته أو عروسه الشبح علشان يهدوا روحه، وإن روحه تلاقي مستقر ليها. فدي الفكرة هنا، بس الفكرة هنا بيغلب عليها طبع فانتازيا، أعتقد في أشباح حقيقية في الرواية دي. فشدتني جدا جدا الفكرة بتاعتها، مش متأكدة هي مترجمة ولا لأ، بس ما اعتقدش يعني انها بعيدة المعنى، يعني اعتقد حاجة زي دي الدور الناشر هتحاول تترجمها. بعد كده انا بعد ما قريت براد اند بريدجتس، كل ما بشوف اعادة حكي لبراد اند بريدجتس بشكل ما بشتريها، واشتريت دي اللي هي Unmarriageable. دي نسخة براد اند بريدجتس باكستانية لكاتبة اسمها سونيا كمال.
ما اعرفش انها حاجه، بس اعرف انها اكيد قصه براند بيرجلس، بس في طابع باكستاني، طابع باكستاني واسامي باكستانيه والتقاليد الباكستانيه، فمهتمه جدا اقراها. كده اشتريت المجموعه الثانيه من الكوميكس بتاعت فيبلز. انا عندي المجموعه الاولى اللي هي كومبونديوم 1، مش عارفه بتجمع كام فوليوم، بس ده كومبونديوم 2 بيجمع مجموعة الفوليومز. بعد كده اعتقد ان هم عاملين السلسلة كاملة، اربعة كومبونديومز ضخمة زي دي. والقصة الرئيسية بتاعت قصة فيبلز للي معرفهاش، هي فكرتها ان بنشوف شخصيات الاساطير زي سنو وايت وسندريلا وذات الرداء الاحمر، وكل الشخصيات دي عايشين في العالم الحقيقي بتاعنا، وكلهم تقريبا عايشين في مدينة نيويورك والاحداث المختلفة اللي بيواجهوها هناك. بعد كده اشتريت بعض الكوميكس. اول حاجه بنحب نجمع انا وعم الكوميكس بتاعت جوكر، فلقينا حاجه اسمها ذا جوكر وور ساجا، ودي تجميعه لقصص قصه كامله للجوكر. ودي بتجمع قصة كاملة للجوكر من أعداد باتمان بتاعت جيمس تانيون الخامس من 95 ل 100، بالإضافة لبعض القصص الأخرى بتجمع أرك كامل للجوكر. فأنا بحب أجمع الكتب اللي زي دي، وصلنا هو الإنتاج بتاعه جميل جدا، وأنا ما أعتقدش أن أنا من النوع اللي هيرجع يقرأ الكوميكس القديمة جدا جدا، فبالنسبة لي التجميعات اللي زي دي بتبقى حلوة، خصوصا أنها بتعمل قصة كاملة وهي متجمعة من حاجات مختلفة عشان تعمل قصة كاملة للجوكر. وحاجة تانية للجوكر جبناها اللي هي قصة ذا جوكر، بس اعتقد قصة تانية ستاندالون للجوكر، ودي الديلوكس اديشن، مش عارفة ممكن ديلوكس، بس القطاع بتاعها طويل شوية وهي هارد كوفر رغم قصيرة شوية. واعتقد بتتبع الجوكر بعد خروجه من اركام اسايلم. مش متأكدة القصة بتتبع ايه هنا، بس اعتقد ان القصة فيها مختلفة عن القصة اللي هنا، وفيها شخصية الجوكر من شخصيتي المفضلة عامة في دي سي، فانا بحب جدا اتابع القصة بتاعته. بعد كده جبت الرواية دي رواية تانية معرفش عنها، كنتش عارف عنها اي حاجة، بس شدني الكوفر ولقيت انها نوعا ما الناس بيشبهوها ب The Night Circus اللي هي ترجمة عربي مؤخرا، فقررت ان اقراها. وهي رواية The Ladies of Secret Circus، عبارة عن قصة بتدور في احداثها في سيرك سحري. انا مش محتاجة اعرف اكتر من كده. الصراحة الكوفر بتاعها جميل جدا، ده خلاني ادور عليها. الروايات بتاعتها بتقول انها حلوة، ورغم انها معرفتش نايت سيركس، بس مهتمة جدا ان انا اقرأ الرواية دي، خصوصا ان انا عندي دلوقتي عملت تجميعة كبيرة شوية من رواية السيرك، فآمل ان انا اقراهم كلهم في وقت قريب. بعد كده جبت اللي هي الخاتمة لسلسلة ستيفن فراي للميثولوجيا، اللي كان بدأها بميثوز وبعدين هيروز وبعد كده كتاب تروي اللي هو بيركز كله على طروادة. انا جبت الكتابين الاولانيين بالطبعة دي، والطبعة دي جميلة جدا جدا جدا، هي من ورا فيها رسوم، من جوه فيها رسومات وهكذا، واعتقد ان دي بتسهل جدا وبتساعد جدا في عملية القراءة. ده مثال ليها. فالفكرة ان الكتاب ده كله بيركز على حرب طروادة، ما سبقها وما تبعها. اعتقد ان هو ناوي يعمل في السلسلة دي 3 كتب بس، كان اول واحد ميثوز كان بيركز على الاساطير والمخلوقات الاسطورية في الاساطير الاغريقية. هيروز كان بيركز على البشر من الاساطير الاغريقية برضو. اما تروي بيركز على حرب طروادة، مش عارفة هو ناوي يدخل في اساطير تانية غير الاساطير الاغريقية ولا لا، بس اول ان هو يعمل ده، ان هو اسلوبه حلو جدا، والكتب دي اعتقد انها متاحة صوتية، بس ما اعتقدش انها مترجمة حتى الان. بعد كده جبت كتاب جون جرين الجديد، بس هو مش رواية، هو كتاب نون فيكشن عبارة عن مقالاته، اسمه The Anthropocene Reviewed. جون جرين انا بحب كلامه النون فيكشن، كلامه النقدي اكتر من رواياته، فانا سعيدة جدا ان هو عمل ده، لان هو اوريدي عنده بودكاست على الانترنت بيتكلم فيه الافكار اللي موجودة هنا. الفكرة من الرواية دي ان هو الفكرة من الكتاب ده الانثروبوسين ده هو العصر الحالي، الجيولوجي الحالي اللي احنا بنعيش فيه، فهو بيناقش في الكتاب ده كل حاجة، بدءا من
المكيفات للانترنت لغروب الشمس للCNN كل حاجة بيناقشها. والفكرة المميز جدا في جون جرين لو حد بيتابعه على قناته قناة اليوتيوب بتاعته فلوج براذرز اللي مع اخوه هانك جرين او بيسمع البودكاست بتاعته لوحده او مع اخوه افكاره حلوة جدا بعيدا عن روايات الواي اي بتاعته افكاره كنقدية حلوة جدا. فلو انتوا قلقانين شوية من جون جرين ككاتب روائي ارشح لكم جدا جدا كلامه الغير روائي. الكتاب مش ضخم جدا واسلوب يعني رغم ان الكتاب ده مش مترجم طبعا هو لسه نازل لكن لو قلقانين من الانجليزي ارشح لكم فعلا الانجليزي بتاعه هيكون حلو جدا. رواية بنية تانية معرفش عنها اي حاجة غير الكفر بتاعها جميل جدا. يعني انا السبب الرئيسي اللي خلاني ابصلها كان الكفر بتاعها اسمها The Phone Booth at the Edge of the World للورا ايناي ميسينا. انا مش متأكدة هي مترجمة ولا هي اصلا مكتوبة. غريب انها مترجمة من ايطالية انا كنت فاكراها كاتبة يابانية بس هي فكرة انها بتدور احداثها في اليابان وبتتكلم عن اليابان. اعتقد هي مستوحاة من احداث حقيقية حاجة اسمها ويند فون. مش عارفة قصتها الرئيسية ايه بس اعتقد انها رواية كئيبة وبائسة شوية. بتدور في ظل كارثة ما حصلت في اليابان. الكوفر مش عارف يظهر جدا بسبب الضوء اعتقد كده ظهر اكتر. متحمسة جدا اقراها رغم ان انا هدور اكتر هي كاتبة يابانية ولا لا بس انا افترضت ان الكاتبة يابانية لان رواية يابانية بس واضح ان الكاتبة ايطالية او ممكن يابانية كتبتها بالايطالية بتحصل فهكلم عنها اكتر لما اقراها. بعد كده جبت رواية تانية لمارفل. انا مقدرش اقاوم روايات مارفل. الجزء الاول من دي عندنا اللي هو كان ماكنزي لي اللي هي واحدة من كاتبات الواي اي بتكتب حاليا سلسلة ثلاثية لشخصيات مارفل. اول واحد عملته هو لوكي وهو عندنا وتاني واحد بتعمله هو جامورا النبيلة. دولت الاختين اللي نعرفهم من افلام جارديانز اوف ذا جالاكسي بالذات. انا بحبهم جدا يعني ممكن بعد لوكي ممكن ما كنتش افضل جدا انها تتعامل عن جامورا ونيبيولا بس يعني قصتهم ما كانش فيها تركيز جامد جدا في الافلام فاعتقد انها هتكون مقدمه لطيفه جدا ليا ان انا اعرف عنهم اكتر خصوصا ان انا ما قريتش الكوميكس يعني اعتقد في كوميكس جارديانز اوف ذا جالاكسي بس ما قريتهاش. بعد كده جبت اخر كتابين من شير بلوسوم قبل ما ادخل في الكتب اللي جبتها من المعرض. هما الطبعتين دول من دراكولا وفرانكشتاين. شكلهم جميل جدا 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 هتكلم عنهم واحدة واحدة. اول واحدة فرانكشتاين دي طبعا مترجمة ترجمات كتيرة انا قريتها قبل كده بترجمة هشام فهمي برضو ارشح لكم الترجمة بتاعته جدا لان رغم ان الرواية ممكن تبقى هادية وبعض الاوقات مملة شوية بس ترجمة هشام فهمي كانت جميلة جدا 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 ليها. فرغم ان الرواية اوريدي عندي مترجمة بس ما قدرتش اقاوم الكوفر ده. الكفر جميل جدا جدا طبعا يعرفوا فرانكشتاين بتتكلم عن الدكتور فرانكشتاين اللي بيحاول العالم المجنون اللي بيصنع وحش وبعدين بيسيب الوحش ده والوحش ده بيبدأ يروع الناس. فيها دروس اخلاقية كتير والفكرة اعتقد انها معمولة بشكل رسائل شوية. فبذكر الرسائل استغربت برضو ان دراكولا معمولة بنفس الاسلوب ده. اعتقد كتاب الكلاسيكيين كانوا بيحبوا جدا يعملوا روايات بشكل الجورنالز او المذكرات او الرسائل. دراكولا بقى انا مقرتهاش وطبعا متاحة ترجمات كتير جدا 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 يعني اعتقد كذا دار ترجمتها. ده شكل الكفر الكفر بتاعها حلو جدا يعني انا ما كنتش متاكده انا عايزه اقرا دراكولا لا خصوصا لو قرناها فرانكشتاين. دراكولا كبيره شويه روايه كبيره ومش متاكده صراحه اذا كان الاسلوب هيعجبني ولا لا بس يعني اعتقد دراكولا وفرانكشتاين من اساسيات الفانتسي والرعب فلازم اقراها على الاقل خصوصا لو انا بحب اقرا في المجال ده. اعتقد مش محتاجه اشرح دراكولا بتتكلم عن ايه. بتتكلم عن دراكولا مصاص الدماء. يعني انا مهتمة جدا ان انا اعرف اكتر عن القصة الرئيسية دي. بعد كده الكتب اللي جبتها من معرض الكتاب. معرض الكتاب ما تشيرش منه كتير انجليزي كنت راحة بتركيز رئيسي ان انا اشتري روايات عربي وكتب عربية بس لقيت خمس حاجات فاشتريتهم. اول حاجة اشتريت الكتاب الصغنن ده
اللي هو مذكرات ليمن سنيكت. ليمن سنيكت اللي ما يعرفوش هو المؤلف بتاع سلسله سيريس اوف انفورشنت ايفنتس اللي هي حاليا بترجمها دار المحروسة بيترجموها، وانا سعيدة جدا ان السلسلة دي حد بدأ يهتم يترجمها دلوقتي. الناس السلسلة ممتعة جدا وتعمل بس نتفليكس. فالمؤلف بتاعها المفروض الاسم الحركي بتاعه ليمن سنيكت، ودي المفروض المذكرات بتاعته. فانا مهتمة جدا بيها، خصوصا انها من جوه فيها illustrations رسومات اغاني. انا بحب جدا جدا اسلوب ليمن سنيكت، ومهتمه جدا ان انا بعد ما اقرا السلسله كامله، هي حاليا عندي بس لسه ما قريتهاش كامله، اقرا البايوجرافي بتاعه. بعد كده جبت 4 كتب من مجموعه دي كي اللي انا اوريدي كان عندي منهم 5 وحاليا عندنا منهم 9. فانا سعيده جدا. اول واحد ذا ماث بوك، ده انا ما جبتوش، عمرو اللي جابه. انا الصراحه اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الرياضيات، فانا ما كنتش مهتمه خالص بالكتاب ده، بس هو بيحب الرياضيات ف يعني ما حبيتش اعترض. لكن اللي بعد كده كلهم كانوا يعني اختيارات انا موافقه جدا عليها. اول واحد ارت بوك. الكتب دي مميزه جدا جدا، اسلوبها من جوه فيها رسومات، يعني اعتقد ان الانجليزي بتاعها اكسسبل. هي للاسف مش مترجمه، المجموعه الكتب دي مش مترجمه، بس الانجليزي بتاعها سهل في القراءه يعني، وبتبقى موسوعيه بشكل حلو جدا. اي نعم كل اغلب المعلومات اللي هنا موجوده على الانترنت، بس فكره انها متجمعه في كتاب واحد تبقى لطيفه جدا. فانصحكم فعلا لو لقيتوها مخفضه او لقيتوها بسعر مخفض او عليها تخفيضات تشتروا منها اللي انت بتحبوه في المجال اللي انت بتحبوه، لان هو فعلا مرجع لطيف جدا. حتى المعلومات موجوده على الانترنت، بس هو مرجع لطيف قوي وتجميعه حلوه. ده كان الارت. بعد كده جبنا الدين ريليجنز. طبعا بيركز على الديانات السماوية، الاسلام والمسيحية واليهودية، وطبعا بيركز بقى على الديانات الوضعية التانية. انا بحب اقرأ في الحاجات دي، لان طبعا بفكرة ان انا بحب اقرأ في الميثولوجيا، فطبعا بحب اقرأ. الصفحة دموية شوية، حاول الاقي صفحة مش دموية. ليه كل حاجة دموية هنا؟ ممكن دي مش دموية جدا. فانا بحب اقرأ في الحاجات دي، خصوصا انها بتبقى لطيفة جدا ان انا افهم حاجات كتير من الميثولوجيا. واخر واحد جبناه هو The Sherlock Holmes Book. واعتقد ان هو متقسم هنا بكل رواية وكل قصة من شيرلوك هومز معمول لها فصل. فاعتقد ان لما هقرأ كتاب زي ده هقرأ الرواية الاول او القصة المرتبطة بالفصل، وبعدين اقرأ الفصل، ان هو اعتقد بيحللها بشكل لطيف جدا. انا فعلا برشح المجموعة دي، كانت متاحة في معرض الكتاب في كذا مكان في صالة 2 كانوا بيبيعوه الكتب دي، فانتوا ممكن تاخدوا لفة. لو انا هحاول احط الفيديو ده قبل ما المعرض يخلص، ممكن تاخدوا لفة في صالة 2 وتشوفوا احسن سعر للحاجات دي وتشتروها لو في واحد منها متاح في مجال معين بتحبوه، خصوصا ان الكتب دي متاحة في مجالات كتير جدا جدا جدا، فاكيد هتلاقوا واحد منهم يعجبكم. فعلا من حاجة انا برشحها. دي كل الكتب الانجليزيه اللي اشتريتها في فتره معرض الكتاب، زي ما قلت لكم اللي هم اخر 4 كتب دول بس اللي كانوا من معرض الكتاب، والباقي كان من مكتبه تشير بلوسم بوكس. هسيب لينك المكتبه في ديسكريبشن بوكس عشان لو عايزين تعرفوا عنها، عشان لو عايزين تتابعوها وتشتروا من عندها. انا فعلا متحمسه جدا جدا اقرا الكتب دي. متحمسه ان اعرف كمان ايه الكتب من دي اللي انتوا منتظرين تعرفوا رايي عنها، عشان لو كده ممكن احطها في خطه القراءه قريبا، لان مش كل الكتب دي طبعا هقراها قريبا، في يعني على الاغلب كتب كتير منها هتفضل فتره. وطبعا استنوا الفيديو الجاي هيكون لكل الكتب العربيه والترجمات اللي كلها اشتريتها من معرض الكتاب. هحاول، انا حاليا مش فاكره جبتها منين، بس هحاول اقول كل دار نشر، وانتم لو عرفت احطه قبل معرض الكتاب ممكن يكون بالنسبه لكم ترشيحات لمعرض الكتاب لو لسه تقدروا تروحوا. هتلاقوا في الديسكربشن بوكس لينكاتي على السوشيال ميديا واي لينكات تانية مهمه هحاول اسيبها، اسيب لينك المكتبه واي لينكات تانية مهمه. وطبعا هتستنى تعليقاتكم لو في حاجه من الكتب دي قريتوها، او حاجه ترشحوها لي، او حاجه عايزيني اقراها في اقرب وقت واتكلم عنها. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وانتظروني فيديو جديد. باي باي.